الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل الدخول في قراءة كلام الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة، أنقل إلى مسامعكم طائفة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام جمعت هذه الأصول الثلاثة، ليكون ذلك حافزا ودافعا إلى مزيد من العناية بهذه الأصول علما واعتقادا وتطبيقا. الحديث الأول عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رواه مسلم. الحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. رواه مسلم. الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله، ففعل. رواه مسلم. ورواه أبو داود بلفظ: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. الحديث الرابع عن ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه تحفة الأخيار: رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن، وهذا لفظ أحمد، ولكنه لم يسم ثوبان، وسماه الترمذي في روايته، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بلفظ أحمد. الحديث الخامس عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه
فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. هذا جواب المؤمن. ثم يأتي بعده في الحديث ذكر جواب المرتاب. رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وهذه الأصول الثلاثة أعلن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرضا بها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المقامات، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال لأصحابه: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس البكاء، فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقام إليه رجل آخر فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني سلوني. فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ومنها ما رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذه الكلمة حتى سكن غضبه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين حديث العباس بن عبد المطلب وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وقد تقدم، ثم قال: وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي، وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته والرضا برسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد له والرضا بدينه والتسليم له، ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا. وهي سهلة بالدعوة واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك. تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقا فهو على لسانه لا على حاله. فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه فعل الراضي بمحبوبه كل الرضا، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه،
وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. فالأول أي الذي رضي بالله إلها يتضمن رضاه بما يأمر به، والثاني وهو الذي رضي بربوبية الله يتضمن رضاه بما يقدره عليه. وأما الرضا بنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يلتقي الهدى فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البته، لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته. قال لا يرضى في ذلك بحكم غيره ولا يرضى إلا بحكمه، فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم، وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به أو يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا ولم يبق في قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليما، ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلده وشيخه وطائفته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى منقولا من كتابه مدارج السالكين المجلد الأول 271. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هنا ذكر الإمام رحمه الله تعالى جملة من أنواع العبادة بيانا لها وتذكيرا بها ودلالة بها على ما سواها من أنواع العبادة مما لم يذكره. والذي ذكره رحمه الله هنا وهو 17 نوعا من أنواع العبادة ذكرها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، مبينا في كل نوع من هذه الأنواع وفرد من هذه الأفراد دليله من كتاب الله جل وعلا. وعرفنا فيما سبق أن الدين كله مسائل ودلائل الدين كله مسائل تذكر مع دلائلها من كتاب الله جل وعلا. فالمسائل التي لا تقوم على دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليس لها مستند من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهي مردودة. فالدين مسائل ودلائل. ولهذا نرى الشيخ رحمه الله على طريقة أهل العلم وجادة السلف أهل السنة يذكرون المسألة مضموما إليها دليلها إما من كتاب الله جل وعلا أو سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم ولا يخترعون وحاشاهم ذلك، بل يبنون كل ما يقررونه على الدلائل البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهم أئمة هدى ودعاة حق إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى صراط الله المستقيم. وكان رحمه الله ذكر في الأصل الأول الذي هو معرفة العبد ربه، ذكر أن معرفة العبد ربه تكون باعتقاد أن الرب الذي تفرد بالخلق والرزق والذي يعرف بآياته ومخلوقاته لا يعبد إلا هو، كما مر كلامه رحمه الله والرب هو المعبود. وتلا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ونقل كلام الإمام المفسر ابن كثير رحمه الله قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فإذا تقرر ذلك وجب على المسلم أن يعرف العبادة وأن يعرف
أنواعها ويجتهد في معرفة أفرادها ليصرفها كلها لله، ولكي لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في شيء منها. ولهذا أخذ يعدد المصنف رحمه الله أنواعا من العبادة مستدلا على كل نوع من هذه الأنواع بدليله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. وأنواع العبادة التي أمر الله بها، ولننتبه إلى قوله رحمه الله التي أمر الله بها، لأن العبادة هي شرع الله الذي أذن هو جل وعلا لعباده أن يتقربوا به إليه، كما قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين هو ما أذن الله به ورضيه لعباده وأمرهم به في كتابه أو في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الأمور الثلاثة التي بدأ بها رحمه الله هي الدين كله، كما هو مبين في حديث جبريل المشهور لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين يجمعه هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه مراتب الدين، وعلى هذه المراتب الإحسان، وهو أن يعبد المسلم ربه جل وعلا كأنه يراه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم يلي هذه المرتبة مرتبة الإيمان، وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بذكر أصوله التي عليها يبنى. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم يلي هذه المرتبة مرتبة الإسلام، وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فهذه الثلاثة هي الدين: الدين إسلام وإيمان وإحسان. الدين إسلام وإيمان وإحسان، وكل من هذه الأسماء الإسلام والإيمان والإحسان جاء بيانها مجملا ومفصلا في كتاب الله جل وعلا. ولهذا من العبادة ومن الدين الذي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به أن نحقق العلم، أن نحقق العلم بهذه المراتب الثلاثة ونجتهد في تحقيق ذلك، وأن نحقق أيضا العمل بهذه المراتب وما تقتضيه من ذل وعبودية وخضوع لله تبارك وتعالى. فهذا من العبادة: الإسلام والإيمان والإحسان، وهو من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، بل هو الدين كله، بل هو الدين كله. الدين كله يجتمع في هذه الكلمات الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. وسيأتي ذكر الدليل على هذه المراتب الثلاثة عند المصنف رحمه الله تعالى لاحقا. قال: ومنه
الدعاء، ومنه الدعاء من العبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويفرد بها وتخلص له سبحانه وتعالى ولا يجعل معه شريك فيها الدعاء، بل إن الدعاء هو أعظم العبادة وأجلها، بل إن الدعاء هو أعظم العبادة وأجلها. وسيأتي ذكر الدليل عليه وكذلك ذكر الدليل على بقية العبادات التي ساقها رحمه الله تعالى. فذكر رحمه الله من العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، قال وغير ذلك من أنواع العبادة. وسيأتي الكلام على هذه العبادات واحدا واحدا مع ذكر الدليل الذي ساقه المصنف رحمه الله على هذه العبادات. قال وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، قال كلها لله. كلها أي ما ذكره رحمه الله من العبادة وما لم يذكره، لأن الذي ذكره ذكره على سبيل المثال، فما ذكره من العبادة الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة وغيرها، هذه كلها وغيرها أيضا مما لم يذكره، العبادة كلها حق لله جل وعلا. العبادة التي هي غاية الذل مع الخضوع والحب لله هذه لله، لا يكون ذل الإنسان وخضوعه وانكساره وإتيانه بهذه العبوديات إلا للذي خلقه جل وعلا وأوجده من العدم ومن عليه بصنوف النعم وأنواع المنن، فلا يدعو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه ولا يصرف شيئا من هذه العبادات ولا غيرها إلا لله تبارك وتعالى، فإن العبادة حق له لا شريك له في شيء منها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. قال والدليل، أي والدليل على أن هذه العبادات كلها لله وأن أحدا ليس له شريكة مع الله سبحانه وتعالى في شيء منها، الدليل على ذلك قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تعبدوا مع الله أحدا، العبادة حق لله تبارك وتعالى، لا تدعوا مع الله أحدا دعاء مسألة من سؤال وطلب ورغبة، ولا تدعوا مع الله أحدا دعاء عبادة، فلا تذلوا وتخضعوا وتصرفوا العبادة إلا لله تبارك وتعالى، فالعبادة حق له وحده. وقوله جل وعلا في هذه الآية وأن المساجد لله، المساجد تحتمل أحد معنيين، تحتمل المساجد أي مواضع السجود، وأن المساجد لله أي مواضع السجود والأماكن المبنية للصلاة والسجود والعبادة لله، لله تبارك وتعالى. ويكون المعنى وأن المساجد لله أي مواضع السجود وأمكنة السجود لله فلا يعبد فيها إلا الله
لا يعبد فيها إلا الله، لأنها بيوت الله وهي أحب الأماكن إلى الله سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهي أماكن لعبادة الله تبارك وتعالى، فلا يعبد فيها إلا الله. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والمعنى الثاني وأن المساجد أي أعضاء السجود، وهي الوجه الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين لله، أي فلا يسجد بها إلا لله، فلا يكون من العبد ركوع وسجود وخضوع وذل إلا لله تبارك وتعالى، إلا لله تبارك وتعالى. وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا، أحدا جاءت نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي أي أحد كان، لا من الأنبياء المرسلين ولا من الملائكة المقربين ولا من الأولياء الصالحين ولا من غيرهم. لا تدعو مع الله أحدا أي أحد كان، فكل أحد مهما على قدره وعلت منزلته وعظم جاهه ليس له أحقية في العبادة وليس له مشاركة في العبادة. العبادة ليست إلا لله وحده الذي تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع والتدبير، العبادة له جل وعلا وحده، فلا يصرف شيء منها لأحد سواه. قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا دليل صريح على أن العبادة كلها لله، العبادة كلها لله من دعاء أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو رجاء أو توكل أو غير ذلك، كل ذلك لله، لا يصرف شيء منه إلا لله سبحانه وتعالى. قال فمن صرف منها شيئا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فمن صرف شيئا، فمن صرف منها أي من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، مشرك أي متخذ الأنداد مع الله، وكافر بالله العظيم، وكافر بالله العظيم. وكل مشرك كافر بالله، كل مشرك كافر بالله تبارك وتعالى، الذي يتخذ الأنداد والشركاء مع الله هو كافر بالله غير مؤمن به، لأنه لا يكون الإيمان بالله إلا بتوحيده وإخلاص الدين له، فمن لم يخلص الدين لله جل وعلا فهو كافر بالله، ومن كان كافرا بالله فأعماله كلها حابطة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فجعلوا الشركاء مع الله تبارك وتعالى مبطل للأعمال، محبط لها، ومن جعل مع الله الشركاء فهو مشرك كافر بالله تبارك وتعالى. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر. ما الدليل؟ قال الدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. فسمى جل وعلا من يدعو غيره ويعبد غيره كافرا بالله، سماه جل وعلا كافرا بالله، والكافر أعماله كلها باطلة،
وعباداته كلها حابطة ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منها شيء، وإن مات على كفره بالله أدخله الله يوم القيامة نار جهنم مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فكل كفور هذا مآله وهذا مصيره، دخول النار يوم القيامة والخلود فيها أبد الآباد. قال: ومن يدعو مع الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر، أي من يجعل مع الله إلها أو آلهة أخرى أندادا مع الله وشركاء مع الله، يدعوهم كما يدعو الله ويذبح لهم كما يذبح لله وينذر لهم ويستغيث بهم ويلتجئ إليهم ويتوكل عليهم ويرجوهم ويخافهم ويصرف لهم أنواع العبادة، فهو كافر بالله تبارك وتعالى. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان إلى حجة ولا سلطان. وهذا كما بين العلماء رحمهم الله وصف لازم لا ينفك، وصف لازم لا ينفك، فكل من دعا مع الله إلها آخر لا برهان له، كل من دعا إلها آخر من دون الله لا برهان له، فهذا وصف لازم لا ينفك عن كل من دعا مع الله تبارك وتعالى إلها آخر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، أي عقوبته وجزاؤه على شركه وكفره بالله حسابه عند ربه يوم يلقى الله جل وعلا، فلا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويدخله النار مخلدا فيها أبد الآباد. قال: إنه لا يفلح الكافرون، أي لا سبيل لمن مات على الكفر بالله أن يحصل فلاحا، أن يحصل فلاحا، ولا مطمع له في مغفرة الله والفوز برحمته، لأن الله توعد سبحانه وتعالى أن من مات على الشرك بالله لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يموت على الشرك لا مطمع له في فلاح ولا سبيل له لنيل رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الكافر يوم القيامة يطالب بأمور لا يحصل شيئا منها، يطالب بأن يعاد مرة ثانية للحياة الدنيا ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل فلا يستجاب له، يطالب أن يخفف عنه العذاب في النار وأن تخف عليه شدة العذاب فلا يستجاب له، يطالب ويتمنى أن يكون ترابا يقضى عليه فيموت فلا يستجاب له، بل يأتيه كلام يسمعه هو أشد كلام يسمعه أهل النار في النار، وما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني ليس هناك موت، ليس هناك موت، وليس هناك تخفيف، وليس هناك عودة للحياة الدنيا
بل ليس أمامكم إلا زيادة العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فهذه حال من يكفر بالله ويشرك بالله ويجعل مع الله تبارك وتعالى الأنداد. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لما ذكر رحمه الله هذين الدليلين، الدليل الأول على أن العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، والدليل الثاني على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو كافر مشرك، لما ذكر الدليلين على ذلك بدأ رحمه الله يذكر الأدلة دليلا دليلا على ما ذكره من أفراد العبادة. سبق أن ذكر الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى آخره، فبدأ رحمه الله يذكر الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن السنة الدالة على أن هذه عبادات وأنها حق لله، وأنه لا يجوز صرف شيء منها ولا من غيرها من العبادات لغيره سبحانه وتعالى. فبدأ بالدعاء، وبدأه بالدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة، لأنه أعظم أنواع العبادة، ولهذا بدأ بالحديث الدال على ذلك. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، ومعنى مخ العبادة أي خالصها ولبها، مخ العبادة أي خالص العبادة ولب العبادة وصف العبادة. فهذا فيه دلالة على أهمية الدعاء، أهمية الدعاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الآخر الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا فيه أن الدعاء أعظم أنواع العبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذه الصيغة بضمير الفصل والخبر المعرف بالألف واللام ليدل على الحصر، وهذا فيه الدلالة على عظم مكانة الدعاء في العبادة، وأن له المكانة العلية والمنزلة الرفيعة. نظيره قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وقوله الحج عرفة، ونحو ذلك من الأحاديث. فالدعاء عبادة عظيمة وطاعة جليلة لا تصرف إلا لله، لا تصرف إلا لله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما، قال إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل غير الله، لا تتوجه في سؤالك وطلبك ورغباتك وحاجاتك إلا لله تبارك وتعالى، لأنه وحده الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل، كل ذلك بيده، هو مالك الملك وهو جل وعلا مدبر الأمر، هو المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، فلا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، لا يدعى إلا الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدعاء هو العبادة تلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين صاغرين ذليلين. فالدعاء عبادة، والعبادة حق لله تبارك وتعالى، والأنبياء كلهم بعثوا بالدعوة إلى دعاء الله وحده وصرف العبادة كلها لله جل وعلا دون أن يجعل معه شريك في شيء من ذلك.
قال: والدليل على أن الدعاء عبادة قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذه الآية تلاها النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: الدعاء هو العبادة، وهي نص صريح في أن الدعاء عبادة، لأن الله قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى جل وعلا من يستكبر عن الدعاء مستكبرا عن العبادة، مستكبرا عن العبادة. فالدعاء عبادة، والعبادة حق لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالدعاء هو من جملة العبادات، بل هو من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا من دعا غير الله من ميت أو غائب أو شجر أو حجر وسأله وطلبه وعرض عليه حاجاته فقد أشرك بالله العظيم، فقد أشرك بالله العظيم، لأن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله ولا يتوجه فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله ليس المقام عنده في هذه الرسالة مقام بسط الأدلة، ولهذا يكتفي في كل ما يذكره بذكر دليل واحد، بذكر دليل واحد على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا لو تطالع القرآن في موضوع الدعاء خاصة، موضوع الدعاء خاصة، تجد الأدلة على وجوب إخلاص الدعاء لله، وبيان أن من دعا غير الله تبارك وتعالى بأنه مشرك بالله كثيرة جدا، كثيرة في القرآن الكريم. ومع كثرتها وصراحتها ووضوحها فإن الدعاء أكثر العبادات التي تصرف لغير الله، أكثر العبادات التي تصرف لغير الله. وكثير من الناس ولا سيما عند الضراء وعند نزول البلاء وعند حلول الأمراض والأسقام وعند اشتداد الحاجات والطلبات يفزعون إلى غير الله سبحانه وتعالى، ويلجؤون إلى غير الله ممن لا يملك له، لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره. ولهذا يجب على المسلم أن يدرك هذه الحقيقة وأن يعلم هذا الأمر جليا، فلا يصرف دعاءه إلا لله سبحانه وتعالى، إلا لله سبحانه وتعالى. لا يدعو ملكا، لا يدعو ملكا، لا يقول في دعائه وحاجته: يا جبريل أو يا إسرافيل أو يا ميكائيل أو يا ملائكة الله، لا يقول ذلك. الملائكة لهم مكانة عظيمة ومنزلة عليا، لكن مع مكانتهم ومنزلتهم ما يجوز أن يجعلوا آلهة مع الله، يدعون مع الله وتصرف لهم العبادة التي حق لله. وكذلك لا يجوز دعاء الأنبياء، لا يقول: يا أنبياء الله أدركوني أو الحقوني أو أنا عائد بكم أو لائذ بجنابكم أو مستجير بكم، ولا يقول: يا نبي الله أو يا رسول الله الحقني أدركني أنقذني، ولا يقول: يا أولياء الله أو يا سيدي فلان أو يا شيخ فلان الحقني أدركني، لا يقول ذلك، لأن هذا دعاء، والدعاء لله، ومن يدعو مع الله إلها آخر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألت فاسأل الله. أذكر مرة كان إلى جنبي رجل من الزائرين، وكنت أقرأ القرآن، وكان مادا يديه يدعو ويبكي في دعائه،
ثم رفع صوته قليلا في الدعاء، وإذا به في دعائه وخشوعه وبكائه ومناجاته ينادي ويستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله الحقني، ينادي يستغيث بالرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب أن يكشف كربه من الرسول عليه الصلاة والسلام. والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فأخذت تحدث معه قليلا قليلا في مكانة الدعاء أولا وفضل الدعاء ومنزلة من الدين وفضل الخشوع في الدعاء والإلحاح في الدعاء، وذكرت له بعض الآيات والأحاديث في ذلك. ثم أخذت أذكر له الآيات الخاصة في الدعاء وأنه عبادة لا تصرف إلا لله، مثل قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ومن أضل أي لا أحد أضل استفهام إنكاري، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وقول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ومثل قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ومثل قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وآيات أخرى في هذا الباب. أخذت أتلو عليه هذه الآيات وقرأه عليه آية آية، ثم أخذت أذكر له من السنة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، وقلت له النبي صلى الله عليه وسلم حاجاته كلها ينزلها بالله ويلتجئ فيها إلى الله ويطلب كشفها من الله سبحانه وتعالى، وهو عبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه، والأمر بيد الله، قال الله له ليس لك من الأمر شيء، وقال الله له إنك لا تهدي من أحببت، وقال الله له وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الأمر لله، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الله إذا مرض هو أو مرض أحد، فزع في الدعاء إلى الله اللهم رب الناس، يقول في دعاء اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، الشفاء بيد الله والهداية بيد الله والعطاء بيد الله والفضل بيد الله، كل ذلك بيد الله ولا يطلب إلا من الله، لا يطلب من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من غيرهم. فأخذت بين له هذه المعاني مع دلائلها من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أردت أن أتأكد هل الرجل فهم أو لم يفهم، هل استوعب الكلام أو لم يستوعب، فقلت له ما رأيك، ما رأيك في هذا الكلام الذي سمعته؟ فقال لي الرجل كلمة عظيمة جدا، قال لي كلمة عظيمة، قال لي تقول ما رأيك وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث، يعني ما في رأي، إذا جاءت الآيات والأحاديث ما في رأي لأحد، وصدق إذا جاءت الآيات وجاءت الأحاديث ليس هناك رأي لأحد، من الذي يقدم رأيه على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وهذه من فطنة ذلك الرجل ونباهته. قال لي تقول ما رأيك وأن تقرأ علي أحاديث وآيات، أي ما ليس لي رأي، هذا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء نهر الله بطل نهر عمرو وزيد
الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال لي تقول ما رأيك وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث؟ فما زلت مصرا أن أطمئن أن الرجل فهم واستوعب أو لم يستوعب. قلت لها أنا سمعتك تقول في دعائك يا رسول الله أدركني، ولهذا أقول لك ما رأيك. فماذا قال؟ قال لي أنا من بلد كذا، سمى لي بلده، قال أنا من بلدي كذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، يعني ما أحد تلا عليه هذه الآيات وهذه الأحاديث من كتاب الله، ما أحد فهمه أن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله. وكثير من الناس يبتلى في بلده أن دعاة الضلال يفهمونه أن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله توسل، ويكون هذا واسطة بيننا وبين الله، هذا واسطة وشفيع لنا عند الله سبحانه وتعالى، فيدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويصرفون هذه العبادة التي حق لله لغيره بزعم أنه واسطة يقربهم إلى الله. وهذا نظير ما جاء في القرآن، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، في الآية الأخرى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي وسطاء لنا عند الله. من الذي قال لك اتخذ في باب الدعاء بينك وبين الله واسطة؟ الله يقول وقال ربكم ماذا؟ ادعوني، اتجهوا إلي، التجهوا إلي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من الذي قال لك اتخذ وسطاء بينك وبين الله؟ الأنبياء واسطة بيننا وبين الله في إبلاغ الدين، يبلغوننا دين الله، لكن العبادة ليس بين الله وبين خلقه واسطة فيها، يعبد الله مباشرة، يتجه إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، لا يجعل العبد بينه وبين الله واسطة في دعائه أو في عبادته أو في سجوده أو في ذله أو في خضوعه. فالذي يتخذ الوسطاء والشفعاء تكون حاله كحال من قال الله عنهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالشاهد أن الدعاء نظير سائر العبادات، بل هو أهم العبادات، لا يصرف إلا لله، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغيث العبد إلا بالله، ولا ينزل رغباته وحاجاته إلا بالله. بعض الناس يخاطب مخلوقين ويقول في مخاطبته لمخلوق، يقول إن لم تدركني من الذي يدركني؟ إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي؟ ويقول بعضهم لبعض المخلوقين مستغيثا به، أنا عبدك اللائب بجنابك، المنكسر عند بابك، الواقف بأعتابك، يرجوك ويطمع في نوالك، ويبدأ يلح ويسأل، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. العبد لا يعبد مهما كانت مكانته ومهما عالت منزلته، العبد لا يعبد، العبادة حق لله سبحانه وتعالى، العبد مهما عظمت مكانته وعالت منزلته لا يعبد، لا يعطى شيء من العبادة. نبينا عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح ما أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها، منزلة العبودية والرسالة. فالشاهد أن الدعاء عبادة وهي حق لله سبحانه وتعالى ولا يجوز صرفها لغيره، والدليل على ذلك قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ودليل الخوف، قال ودليل الخوف قول الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف
عبادة قلبية مكانها القلب، وهو فزع القلب ووجله، وهو عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا. والمراد بالخوف الذي هو عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله خوف السر، الخوف الباطن الذي في القلب، الذي يكون في قلب الإنسان بحيث يخاف من شخص ما، أن يخاف في قلبه من شخص ما بأن يدعي فيه بأن عنده قدرة مثلا على زيغ القلوب أو على قبض الأرواح، أو يعتقد فيه أن عنده قدرة على إنزال الضر به أو نحو ذلك، فيخاف خوف السر الذي لا يكون إلا لله جل وعلا. فالمراد بالخوف هنا خوف السر، بحيث يخاف من شخص ما ويعتقد فيه أن عنده قدرة على أن يزيق قلبه أو أن يقبض روحه أو نحو ذلك من الاعتقادات والظنون والمخاوف التي قد ينزلها بعض الناس بغير الله جل وعلا. مثال ذلك أن يخاف بعض الناس من المقبورين، فيكون خائفا من صاحب القبر، وتجده يترك بعض الأعمال لا يفعلها خوفا من صاحب القبر. أحدهم قيل له احلف بالله وكان كاذبا، قيل له احلف بالله فحلف، فقيل له احلف بالولي فلان، فامتنع، خاف في باطنه وقلبه من الولي أشد من خوفه من الله سبحانه وتعالى. لما حلفوا بالله حلف، ولما حلفوا بالولي امتنع. هذا خوف السر، يخاف من الولي أن يصيبه خوف سر في باطنه أشد من خوفه من الله، هذا شرك بالله. قال لي مرة أحد التجار في إحدى الدول، صاحب أموال وجاهل في الدين، وناصحته فيما قال لي، قال لي أنا أبيع على الناس حاجات وأحيانا أبيع بالدين، يعني يأخذون مني ويوفون فيما بعد. قال فبعضهم يجحد أحيانا أن لي عنده شيء، يقول جربت، إذا حلفتم بالله يحلفون، وإذا حلفتم بالشيخ فلان يقول ما يحلفون، يقول أنا دائما ما أحلفهم بالله أحلفهم بالشيخ، يقول لأنهم أبدا إذا حلفتم بالشيخ ما يجحد، يخاف من الشيخ من الولي خوف سر، ورب العالمين ما يخاف منه هذا الخوف الذي يخافه من الشيخ. هذا ما هو هذا العمل ما هو هذا الشرك بالله. الخوف عبادة، خوف السر عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. أحد هؤلاء قيل له احلف بالله فحلف، قيل له احلف بالولي الفلاني فحلف، فغضب صاحبه. أنا لما قرأت هذه الكلمة فغضب صاحبه، ظننت أنه غضب للشرك، من حلف بالله فقد كفر وأشرك، ظننت أنه غضب للشرك. قال فغضب صاحبه وقال تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب، الولي ميت في قبره. ولما حلف بالله ما قال له
تحلف بالله وأنت كاذب وأنت تعلم أن الله يعلم أنك كاذب، ما قال هذه الكلمة. لكن لما حلف بالولي غضب، ولما حلف بالله ما غضب، عندما حلف بالله لم يغضب، وعندما حلف بالولي غضب صاحبه وقال تحلف بالولي وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب. فمثل هذا التعلق، تعلق القلوب بالأولياء وبالمقبورين وأن يخاف منهم، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. بعضهم يمتنع من أعمال، يمتنع من أعمال مثل يمتنع من زنا أو من، يخوفون بالولي ما يخوفون بالله، فيكون هذا الخوف الذي وقع في قلبه ومنعه من الفاحشة شرك بالله سبحانه وتعالى، ناقل من الملة. الزنا ما ينقل من الملة، والسرقة ما تنقل من الملة، لكن الشرك بالله ينقل من الملة، يخرج من الدين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك محبط للأعمال كلها. قال ودليل، نعم، ابن عباس رضي الله عنه أو ابن مسعود قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا ما هو كبيرة وليس شركا، والحلف بغيره صادقا شرك بالله سبحانه وتعالى. وعندما توازن بين الكلمتين تدرك فقه الصحابة، يقول رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وفي كل من الأمرين حسنة وسيئة. الأمر الأول الحلف بالله فيه حسنة التوحيد، وفيه سيئة الكذب. والأمر الثاني فيه حسنة الصدق، وفيه سيئة ماذا؟ الشرك، وفيه سيئة الشرك. فإذا وازنت تدرك فقه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا كبيرة، والحلف بغيره صادقا شرك بالله جل وعلا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الشاهد أن خوف السر عبادة، خوف السر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. وخوف السر عرفنا معناه، وهو أن يخاف من غير الله من ميت أو غائب أو نحو ذلك، يخاف أن يقبض روحه، يخاف أن يطلع على عمله، يترك المحرمات خوفا منه، يفعل الواجبات خوفا منه أو نحو ذلك، هذا يسمى خوف السر، وهو عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله رب العالمين. وسيأتي الدليل على ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. أما الخوف الطبيعي خوف الإنسان من عقرب أمامه أو من حية أو من نار مشتعلة أو من عدو أمامه، هذا خوف طبيعي. جاء في الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاف من قوم قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. وفي القرآن فأوجس في نفسه خيفة موسى لما ألقى السحرة بعصيهم وأصبحت حيات تسعى، أوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف. فهذا خوف طبيعي، يعني أمام الإنسان أسد أو عقرب أو حية أو نار مشتعلة أو عدو متسلط فيخاف من هذا، خوف طبيعي ولا شيء على الإنسان فيه. لكن الخوف الذي هو عبادة خوف السر، كأن يخاف غائبا أو يخاف ميتا أو نحو ذلك، فيترك مثلا المحرم خوفا منه، أو يفعل الواجب خوفا منه،
أو نحو ذلك، هذا خوف سر لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك. والخوف من الله هو عبادة قلبية عظيمة تسوق الإنسان إلى فعل الطاعات واجتناب المحرمات، لأن العبد كلما كان من الله أخوف كان لعبادته أطلب. وقد قيل كل شيء تخاف منه تفر منه، إلا الله سبحانه وتعالى إذا خفته فررت إليه، إلا الله سبحانه وتعالى إذا خفته فررت إليه، ففر إلى الله، لا ملجأ من الله إلا إليه، ليس لك ملجأ، كلا لا وزر، لا مفر لك ولا ملجأ إليك إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا خاف الله سبحانه وتعالى في قلبه ترك المحرمات وابتعد عن الآثام وعن المعاصي خوفا من الله. فالخوف عبادة قلبية عظيمة، والعلماء رحمهم الله يقولون العبادة تقوم، العبادات عموما تقوم على أركان ثلاثة في القلب، وهي المحبة والرجاء والخوف، وسيأتي ذكر الرجاء عند المصنف. فالمحبة عبادة والرجاء عبادة والخوف عبادة، وهي للعبادات كلها بمثابة الأركان، تقوم العبادات كلها على هذه الأركان الثلاثة، الحب والرجاء والخوف. إذا قيل لك مثلا لماذا تصلي، لماذا تصوم، لماذا تحج، تقول أنا أؤدي هذه الطاعات حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذا شأن أهل الإيمان وأهل الطاعات، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القرب وأنواع العبادات حبا لله ورجاء لثواب الله وخوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم أن هذه الثلاث، الحب والرجاء والخوف، أركان قلبية للعبادات كلها، أركان قلبية للعبادات كلها. وبها أيضا يعلم مكانة الخوف من الدين، الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال والدليل، دليل الخوف قول الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أول الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأولياءه، يخوفكم بأولياءه. قال فلا تخافوهم، يعني لا تخافوا أولياء الشيطان، وخافوني أي ليكن خوفكم من الله وحده. إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين أي بالله سبحانه وتعالى وبما أمركم جل وعلا بالإيمان به، فلا تخافوا إلا الله، لا تخافوا الشيطان ولا تخافوا أولياء الشيطان، لا تخافوا إلا الله جل وعلا. قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، جعل الخوف شرطا في صحة الإيمان، جعل الخوف شرطا في صحة الإيمان، قال إن كنتم مؤمنين. فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله انتفى عنه الإيمان، فكذلك إذا خاف غير الله خوف السر، مثل أن يخاف أن يفعل به شيئا بسره، فإن الخوف أنواع، منه خوف السر، فإذا خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر بالله سبحانه وتعالى. وهذا له أمثلة أشرت إلى بعضها، مثل لو خاف من أحد غائب أو ميت أو نحو ذلك أن يزيغ قلبه أو أن يضله أو أن يقبض روحه أو نحو ذلك، هذا كل خوف سر، كل هذا خوف سر وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. قال ودليل الرجاء، والرجاء
عبادة قلبية من أجل العبادات، عبادة قلبية من أجل العبادات. والرجاء هو الطمع والأمل، طمع القلب وأمله بالله سبحانه وتعالى وبما عنده، وطمعه في رحمة الله، يرجون رحمته، وهو عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه ومر معنا ويرجون رحمته، ويرجون رحمته. فالرجاء عبادة. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا. الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات يقدمها المسلم في هذه الحياة يرجو بها لقاء الله على خير حال، يرجو بها لقاء الله سبحانه وتعالى على خير حال. فالرجاء عبادة، وهي عبادة قلبية، عبادة مكانها القلب، بل هو من أركان التعبد القلبية، بل هو من أركان التعبد القلبية، وهي الرجاء والخوف والمحبة. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. من كان يرجو لقاء الله ويطمع في ثوابه ويخاف من عقابه ويعلم أنه سيقف يوما بين يديه يحاسبه ويجازيه، فليعمل عملا صالحا، أي ليتقرب إلى الله وليكثر من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية كما نبه العلماء جمعت بين شرطي قبول العمل، فإن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. الإخلاص في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والمتابعة في قوله فليعمل عملا صالحا، لأن العمل الصالح هو ما وافق السنة، والله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه، صوابا على وفق هدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال في معنى قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. قال: ودليل التوكل. والتوكل أيضا عبادة قلبية، عبادة مكانها القلب، وهو التفويض والاعتماد، وأفوض أمري إلى الله، اعتماد القلب. الاعتماد والتفويض لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. قال: ودليل التوكل قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فابرأوا من حول أنفسكم وقوتها، ومن حول الناس وقوتهم، واعتمدوا في أموركم وحاجاتكم ورغباتكم وشؤونكم كلها على الله وحده. فوضوا الأمور كلها إلى الله، الجأوا فيها إلى الله، اعتمدوا فيها بقلوبكم على الله سبحانه وتعالى، أموركم الدينية والدنيوية. ولهذا وجه نبينا عليه الصلاة والسلام من يخرج من بيته أن يقول: بسم الله، توكلت على الله، بسم الله لا حول ولا قوة، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمات الثلاث كلها كلمات استعانة وتوكل،
بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فإذا قال ذلك قيل له هديت ووقيت وكفيت، أي هداك الله ووقاك الله وكفاك الله، لأنك متوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ من توكل على الله لو كادته السماوات والأرض ومن فيهما فالله سبحانه وتعالى ناصره ومؤيده وحافظه وكافيه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. فالتوكل عبادة، ولا تكون هذه العبادة إلا على الله سبحانه وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام مرة كان قافلا مع أصحابه من غزوة، فأدركهم التعب فناموا جميعا، ناموا جميعا، ونام عليه الصلاة والسلام وسيفه إلى جنبه. فجاء رجل من الأعداء وأراد أن يغتنم هذه الفرصة، يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ يتخطى بهدوء إلى أن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ السيف وسله، وأخذ السيف وسله مصلة، ففتح عليه الصلاة والسلام عينيه وإذا بهذا العدو واقف وبيده السيف ويريد أن يهوي به على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يد قوية وبها سيف صلت ورافعا له، ما بقي إلا أن يهوي به. فقال الرجل مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: من يحميك مني؟ قال: من يحميك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام بكل ثقة وتوكل على ربه جل وعلا: قال الله. قال: من يحميك مني؟ يعني من يخلصك، من ينقذك، من ينجيك مني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله. فلما قال عليه الصلاة والسلام الله تعطلت يده عن الحركة، الرجل يده وساعده القوي الممسك بالسيف بقوة أصبحت يده معطلة، أصبحت يده معطلة، لا تحسن تقبض على سيف ولا تحسن أن تضرب بسيف، ليس فيها قوة، عطلها الله سبحانه وتعالى عما فيها من القوة، فسقط السيف من يده لأن يده ما أصبحت تتحرك. فقام عليه الصلاة والسلام وأخذ السيف وأمسك بالسيف وقال له: من يحميك مني؟ فأخذ يترجى: أنت كريم وأنت ابن كريم، ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسامحه. موسى عليه السلام لما تراءى الجمعان ماذا قال له قومه؟ قالوا: إنا لمدركون، يرون حقيقة مفزعة، البحر أمامهم وفرعون بجيشه وجنوده وعتاده وقوته وصلوهم، قالوا: إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذا توكل على الله واعتماد على الله سبحانه وتعالى. التوكل عبادة قلبية لا يجوز أن تصرف إلا على الله، وهي عبادة تصحب المسلم في كل أموره الدينية والدنيوية. إذا أردت أن تصلي، تصوم، تحج، تتصدق، تفعل أي طاعة، فعليك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى فيها وتعتمد عليه فيها سبحانه وتعالى. وإذا أردت أيضا حاجاتك الدنيوية من بيع وشراء وطعام وشراب ولباس وغير ذلك أيضا تتوكل على الله. ولهذا ينبغي أن يعلم أن التوكل عبادة قلبية تصحب المسلم
في حياته كلها، في أموره الدينية وأموره الدنيوية. يجب على المسلم أن يكون شأنه في أموره وأعماله وشؤونه وأحواله كلها متوكلا على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ومن يتوكل على الله ماذا يكون له؟ من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، ومن توكل على الله وكل إلى الخسران والحرمان، ومن توكل على غير الله وكل إلى الخسران والحرمان في دنياه وأخرى. فالتوكل عبادة قلبية عظيمة لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ولا يعني التوكل ترك الأسباب، لا يعني ترك الأسباب، بل التوكل على الله حق التوكل يكون مع فعل الأسباب. ولهذا إمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام كان يفعل الأسباب ويباشرها، الأسباب في الأمور الدينية والأمور الدنيوية، كان يباشر ذلك عليه الصلاة والسلام ويأمر بذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال تغدو، الطير ما جلست في أوكارها تنتظر أن يأتيها الطعام، بل تمشي وتذهب المسافات تبحث عن الشراب وعن الطعام. ولهذا التوكل لا بد فيه من فعل الأسباب. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال احرص على ما ينفعك، يعني افعل الأمور التي تنفعك واجتهد عليها، اجتهد على فعلها، ولا تتوكل إلا على الله. قال واستعن بالله، أي توكل على الله. والصحابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ناقته قال: أعقلها وأتوكل أو أتركها وأتوكل؟ يعني هل أعقل الناقة، أضع لها عقال في قدمها حتى لا تذهب وأتوكل على الله، أو أتركها طليقة بدون عقال وأتوكل على الله؟ إلى ماذا أرشده عليه الصلاة والسلام؟ أرشده إلى فعل السبب، قال اعقلها وتوكل، يعني ضع في رجلها العقال وتوكل على الله. أرشده عليه الصلاة والسلام إلى فعل السبب. عمر رضي الله عنه لما ذكر له طائفة من الناس جاءوا إلى الحج بدون زاد، جاءوا إلى الحج بدون زاد وقالوا: نحن المتوكلون. قال: بل هم المتواكلون. المتوكل هو الذي يضع بذره ويتوكل على الله، المتوكل هو الذي يضع بذره ويتوكل على الله، لا بد أن يفعل السبب. أما أن يجلس معطلا بدون سبب ويريد أن يحصل فلا بد من فعل الأسباب، ولا يعتمد على الأسباب، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى، يعتمد على الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو أن شخصا قال: إن كتب الله لي أولاد، إن كتب الله لي أولاد يكون لي أولاد، لكن أنا لن أتزوج إلى أن أموت، أنا لن أتزوج إلى أن أموت، إن كتب الله لي أولاد يكون لي أولاد. أو شخص مثلا يقول: إن كتب الله أن أكون من كبار العلماء المحققين سأكون، لكن لن أطلب العلم يوما، ولن أذهب إلى عالم، ولن أقرأ كتابا، ولن أحفظ درسا، ولن أتفقه. هذا لا يكون عالما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما العلم بماذا؟ بالتعلم. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، أرشد إلى فعل السبب. ولهذا قال: من قال تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون؟ يعني العلم لا يكون إلا بفعل السبب. فإذا التوكل عبادة قلبية عظيمة جدا،
تصحب المسلم في أموره كلها وشؤونه جميعها الدينية والدنيوية، وهي شرط في الإيمان. قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وفي الآية الأخرى قال: أليس الله بكاف عبده؟ فمعنى حسبه أي كافيه، الحسب هو الكافي. فالذي يتوكل على الله يكون الله سبحانه وتعالى كافيه ومؤيده وناصره وحافظه. فهذا دليل التوكل. ذكر رحمه الله تعالى على التوكل دليلين، ثم استمر رحمه الله تعالى في سوق الأدلة على بقية العبادات التي ذكرها. وإلى هنا نقف، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من المتوكلين عليه حقا وصدقا، من الراجين رحمته، الخائفين من عذابه، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوب المذنبين، وأن يتوب على التائبين، وأن يكتب الصحة والعافية والغنيمة والراحة والفلاح للحجاج والمعتمرين، وأن يسر لهم حجهم، وأن يعيدهم إلى ديارهم مغفورة ذنوبهم فائزين برحمة الله تبارك وتعالى وفضله ومنه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.